السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة من اروع وافضل الوصفات. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة جدا، وصفة طبيعية امنة جدا، اللي عايز يشربها ان شاء الله باذن الله هتجيب معاها نتيجة ممتازة جدا. طبعا يا جماعة عايز اقول لكم ان الوصفة بتاعتنا بتشتغل على منطقة البطن والجوانب والارداف، واحلى ما في الوصفة بتاعتنا كمان ان هي بتزود معاكم معدل الحرق، حتى لا قدر الله لو في غده في اي حاجه وجسمك ما بيحرقش، الوصفه دي هتزود معاك معدل الحرق. نقول بسم الله ونحط لايكات كتير للفيديو. يا ريت يا جماعه نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، ويا ريت كمان نشيره علشان ان شاء الله ناس كتير هتستفاد من وصفتنا النهارده. نقول بسم الله ونبدا وصفتنا. اول حاجه في الوصفه بتاعت النهارده طبعا زي ما انتم شايفين الزنجبيل، والزنجبيل يعتبر ملك الوصفات، يعني اكتر حاجه بندخلها في كل الوصفات هي الزنجبيل. ليه بقى؟ لان الزنجبيل بيزود معاكم معدل الحرق، بيخلي جسمك يحرق بطريقه كويسه جدا، سواء انت قاعده سواء انت ماشيه سواء انت كمان نايمه، الزنجبيل بيخلي جسمك يعتبر كده اكنه مكان حرق شغال. تمام، فاحنا النهارده هناخد قطعه كده من الزنجبيل زي ما انتم شايفين كده، وعايزاكم تتابعوا معايا الوصفه للاخر عشان تجيب معاكم نتيجه كويسه. محدش يشوف الوصفه ويجري ويقول خلاص انا عرفت، لا. نبدا ان احنا نقشر الزنجبيل بالشكل ده كده عشان الوصفه معايا فيها يعني يعتبر تكايه حلوه قوي. طبعا الناس اللي عندها زنجبيل بودر ممكن تستخدم، بس انا بفضل الفريش بيكون افضل، بيجيب معاك نتيجه كويسه. ده حلو اهو، هقول لكم برده تعمليه على كميه قد ايه. نشيل بس ده كده اهوت اهو. بصوا بقى ده قطعه الزنجبيل اللي معايا اهيت بالحجم ده كده. نبدا ان احنا ايه نخرط القطعه بتاعه الزنجبيل معايا بالشكل ده كده. صغيرة كده اهوت، عايزه تبشريها ابشريها، مش عايزه اعملها بالشكل اللي احنا يعني بنعمله مع بعض ده، هتدينا نتيجه كويسه قوي. خلاف كده كده كمان ان الزنجبيل ما شاء الله بيعالج حاجات كتير جدا جدا، يعني مهم جدا لصحتنا. اي حد في الشتاء بالذات يا جماعه دايما على طول الزنجبيل دوت بيشربه، مفيد جدا لصحتنا. وفي نفس الوقت كمان الناس اللي بتعاني من السمنه الزايده ممكن ان هي بتشربه، هيبقى كويس قوي زي ما احنا هنعمله في الوصفه بتاعت ايه النهارده. بصوا ده كده انا عملت كميه كويسه اهي، وصفه سهله وبسيطه وطبيعيه. كمان الناس اللي عندها برد يا جماعه او اي حاجه من المشاكل ديت ممكن يستخدمها. بصوا بقى هنجيب كاسرولة كده معايا اهو، ونبدا ان احنا ناخد الزنجبيل دهوت اهو، ونبدا نحطه في الكاسرولة. طيب نشوف بقى المكون اللي بعد كده معايا، الليمون الاخضر. طبعا الليمون الاخضر يا جماعه محدش تاني عن الفوائد بتاعته، جبار وله سحر رهيب جدا في ازاله السموم الموجوده في جسمنا، كمان بينزل كل الدهون الموجود. بصوا هنبدا ان احنا ناخد الليمون بالشكل ده كده، وكمان هاخده بالقشر بتاعه، مش هعصره ولا حاجه اهو. طبعا الليمون انا غسلاه كويس تحت الحنفيه ومجففاه، محدش ياخده كده يا دوبك كده ويقوم حاطه، لا نغسله لان الوصفه هنشربه. هتجربوها وباذن الله هتدعولي، النتيجه هتبان معاكي من اول 3 ايام بس. الوصفه ديت انا عايزاكي تجربها لمده اسبوع علشان تشوفي النتيجه وتقتنعي بيها. بجلدها بحالها لان الجلد طبعا له فوائد رهيبه جدا. ده كده الليمون اهوت، هنحطه مع الزنجبيل بالشكل ده كده اهوت. وبعد كده بقى هنعمل ايه في مكون لسه، وده اهم مكون معايا. بس الاول هننزل على الكميه ديت ب3 كوبايات ميه، ودولت اللي انا محتاجاهم النهارده اهو.
كده واحد، كده كده اتنين، يبقى كده 3 كوبايات ميه زي ما انتم شايفين معايا، والكوبايات العادية بتاعت الشاي اهي، بس يكون يعني كوباية كبيرة شوية. ده كده الوصفة بتاعتي جاهزة. لسه معلقة بقى، وده اهم معلقة معايا، اللي هي طبعا هتشوفوها معايا، ده يا جماعة الكركم. تمام، نبدأ ان احنا نحط معلقة كبيرة كده من الكركم، نقلبها كويس. هي طبعا المعلقة انا عرفتها بمعلقة الشاي، بس تكون كبيرة شوية. بعد كده يا جماعة معايا المكون الاخير اللي هو القرفة. انا معايا القرفة المطحونة او القرفة الخشب زي ما انتم شايفين كده اهو، يا ديت يا ديت. تمام اهو، هنحط العود القرفة الخشب اهوت، ونحط كمان معلقة. بس لو متوفر اي حاجة من الاثنين دومت استخدموه. انا حطيت لكم نوع الاثنين علشان يعني المتوفر عندكم ممكن انتم تستخدموه. طبعا هي بتبقى قاعد مع الوش شوية، بس لما بتغلي بقى بتظبط اهو. ناخدها كده نغليها على النار، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. طيب هنحطها على النار لمدة قد ايه؟ هنحطها على النار كده يا جماعة لمدة 10 دقايق، تفضل تغلي لمدة 10 دقايق. واهم حاجة نوطي عليها النار خالص وهي بتغلي، ونغطي عليها علشان طبعا اي عشبة احنا بنغليها لازم نغطي عليها علشان الزيوت تطير. عايزة احتفظ بالوصفة بتاعتي تبقى وصفة كاملة، اغطي عليها لغاية ما تبرد معايا خالص والبخار بتاعها ينزل. ان شاء الله كده تبقى الوصفة جاهزة معايا. بعد ما تغلي هقول لكم هنعمل ايه. ودي يا جماعة بقى الوصفة بعد ما جهزناها بقت بالشكل ده كده. طبعا هي المفروض تفضل متغطى عليها خالص لغاية ما البخار دوت ينتهي تماما. تمام، بس احنا عشان ننجز معاكم الوصفة وتشوفوها معايا حبيت ان انا اوريها لكم. هي بردت بس لسه شوية صغيرين. نبدأ بقى دلوقتي ان احنا نجيب اي برطمان او اي حاجة ونبدأ نصفي الوصفة بتاعتنا كده اهو. اهو ده كده بقى ملينا البرطمان. الكمية الباقية بقى هنحطها في الكوباية علشان طبعا ده الكوباية اللي احنا هنشربها اهو بالشكل ده كده. وده طبعا الزنجبيل والحاجات اللي احنا عملناها. خلاص احنا خدنا الخلاصة بتاعتها وحطها كده على جنب، معدناش محتاجين. يبقى ده الكوباية اللي انا هاخدها اهيت، وده طبعا الكمية اللي اتبقت ده ان شاء الله هنحطها كده في التلاجة، بس هنغطي عليه. اهم حاجة يا جماعة الوصفة بتاعتي لازم تتحط في حاجة يكون زجاج، ما يكونش في حاجة بلاستيك. ده الكمية اللي اتبقت، بعد ما تبرد خالص هقوم مغطيها عليها كويس جدا، ونقوم حاطينها في التلاجة. عندما نيجي نستخدمها هندفيها وهنشرب. طب دلوقتي عايزين نعرف ناخد الكوباية دي هناخدها امتى. الكوباية دي يا جماعة ان شاء الله هناخدها كده لمدة اسبوع، كل يوم الصبح على الريق هنشرب كوباية زي دي. تمام، طبعا يا جماعه في ناس كتير هتقول طب مش هينفع اخد الكوبايه ديت هتبقى مره ومش عارفه ايه، هقول لك خديها بمعلقه عسل نحله هتبقى كويسه جدا. الناس اللي هتقول لي سكر عادي او سكر دايت هقول لك لا، حاولي ان انت تاخديها يعني لو انت قدرت تاخديها بالشكل ده كده من غير سكر من غير عسل هيكون افضل واحسن. لو ما قدرتيش معلقه عسل نحل ابيض طبيعي هتكون كويسه جدا. استخدمها لمده اسبوع وان شاء الله هتشوفي النتيجه كويسه جدا، هتبرك وهتدعي. وباذن الله زي ما قلت لك في بدايه الفيديو النتيجه هتبان معاكي من اول 3 ايام. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله.